أنمي مونستر يا جماعة يعد واحد من أفضل وأروع الأنميات اللي نزلت في تاريخ الأنميات وتاريخ صناعة الصور المتحركة، سواء عجبك هذا الكلام ولا ما عجبك. أنمي مونستر واحد من أعظم وأقوى الأعمال اللي شفتها في حياتي. الأنمي تقييمه على موقع IMDb 8.7 من 10، وأنا شخصيا قيمته 9 من 10، وأكثر من 13,000 شخص قيموه 10 من 10. هذولي 13,000 شخص يعني عندهم حساب بعد دخلوا قيموا، فما بالك الناس اللي قيموه شفهيا او كتابيا في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. والانمي مصنف في المرتبة 24 في موقع ماي انمي ليست، واللي يعتبر مكان جدا جدا عالي في زحمة الانميات. فمن ناحية الارقام والتقييمات الانمي هذا للامانة اخذ حقه، ومن ناحية الاراء والمراجعات برضو هذا الانمي اخذ حقه، ولكن من ناحية الشعبية للأسف كثير من المتابعين حرموا أنفسهم من متعة وجمال هذا الأنمي وما تابعه. في البداية يا جماعة كنت أجهل تماما إيش فكرة وحكاية مونستر هذا. أسمع فيه أوكي بس ما أدري هو عن إيش. اللي أعرفه إنه أنمي أوكي، في أنمي اسمه مونستر. بل إنه لما قالوا للمتابعين يلا يا وجيه خلصت الأنميات يلا جاء دور مونستر الحين، توقعت في بالي إنه أنمي يتكلم عن وحش خارق ويجي بطل خارق كذا ويوقف ويحط له حد. ولكن طلع الموضوع مختلف تماما، وفكرة الأنمي اتضح إنها إنسانية فلسفية وجودية وعميقة ودسمة جدا، وللأسف برضو فيها جزء كبير من الرمزيات وهو الشيء اللي ما احبه، علشان كذا قلت للاسف. انمي مونستر يا جماعه ما حظي بشعبيه كبيره في مجتمع الانمي، اوكي له شعبيه جدا ممتازه، ولكن ما هي بنفس شعبيه باقي الانميات. والسبب يرجع برضو من وجهه نظري انه اغلب مجتمع الانمي ومحبي الانمي يتابعون الانميات هربا من الواقع. اوكي لا تفهمني غلط، مش لان واقعهم سيء او يجيب الهم، ولكن مجتمع الانمي واغلب متابعين الانمي يحبون يشوفون أشياء خيالية، فانتازيا، سحر، سفر عبر الزمن، أكشن مبالغ فيه، كذب. ياب نحب الكذب، ما في شيء. أغلب مجتمع الأنمي من وجهة نظري ما يناسبهم يشوفون شيء واقعي أو قريب جدا من الواقع. وأنمي مونستر مثل ما أنتم عارفين أنمي واقعي أكثر من كونه خيالي تماما، قصته بحد ذاتها مليانة تفاصيل حقيقية، فلذلك أغلب محبين عالم الأنمي ما ناسبهم أنمي مونستر وما كان يتوافق مع متطلبات. يعني واحد من الشباب يقول أنا حياتي كلها واقع في واقع في واقع، كل شيء أشوفه في حياتي هو واقعي، أروح أتفرج أنمي واقعي؟ لا، أبغى أشوف حاجة خارج عن الواقع. عموما مونستر مادة جدا دسمة وثقيلة، صعب جدا جدا أي أحد يقدر يتحمل ثقله وكثافة قصته. فإذا أنت تحب القصص المعقدة المفصلة الفلسفية الوجودية البعيدة جدا كل البعد عن الخيال، أنمي مونستر راح يشبع هذا الجانب عندك لا محالة. أوكي أنمي مونستر ما هو خالي من الخيال تماما، ولكن أحب أقول لك إنه الأفكار الخيالية داخل أنمي مونستر فيه ناس كثير وفلاسفة كثير وناس كبار وصغار عاقلين ومجانين يؤمنون بوجود هذه الأفكار سواء بشكل مباشر أو بشكل الفلسفي. فإذا قررت أنك تتابع أنمي مونستر انسى فكرة أنه أنمي أو مجرد رسوم متحركة، بليز مونستر راح يناسبك حتى لو أنت مو من محبي الأنميات، بل إن البعض أو الكثير وصفوه وقالوا لو أنه مونستر يتحول إلى عمل حي أو تم عمله على أنه عمل حي لكان جاب وحظي بشعبية أكبر بكثير من شعبية الحالي. الأنمي انحط في مجتمع أغلبه يحب الخيال والخروج والهروب من الواقع اللي هو عالم الأنميات، لكن لو حطيته في عالم المسلسل راح تلقى ناس كثير بتتابعه وبتحبه وراح يعجبوا فيه من كثر ما القصة جدا واقعية وتلائم العالم الحقيقي أكثر من الأنمي، وبعيد كل البعد عن الأسلوب الرائج والصورة الشائعة للأنمية. وأنا شخصيا يا جماعة ومن هذا المنبر المتواضع أحب أقول لكم أنه أنمي مونستر واحد من أعمالي المفضلة جدا جدا. ولاحظوا أني قلت أعمالي، استمتعت فيه بشكل ما كنت متوقعه تماما. أوكي البداية تعبتني أرهقتني، كنت ناوي أسحب عليها في البداية، والحمد لله أنكم كنتم معايا تتابعوه، بس للأمانة كل ساعة
كل دقيقة كل ثانية ضيعتها على أنمي مونستر كانت من أروع وأجمل الأوقات. رحلة مستحيل جدا أني أنساها، ثقيلة دسمة معقدة مليانة شخصيات، حتى القصص الجانبية اللي فيه كانت جدا جدا ممتعة ولطيفة. فإذا قررت أنك تتابع أنمي مونستر لازم تتابعه على رواقة، لازم تتابعه أنت مصحصح، ما هو شيء لمضيعة الوقت أبدا. أوكي كل شيء نتابعه هو غالبا مضيعة وقت، بس هذا مو من الأشياء اللي تتابعه وانت مركز تشوف اللي تشوفه وبعدين تمشي، لا لازم تركز، لازم تفهم، لازم تنتبه لكل كبيرة وصغيرة فيه. افتكر واحد من المتابعين قال لي يا وجيه اسمع انمي مونستر، قبل ما نبدا نتابع انمي مونستر قال لي انمي مونستر يا وجيه من الانميات اللي راح تحزن لنهايته، مش لانه نهايته حزينة، لانه من نوعية الاعمال اللي ترتبط فيها عاطفيا ونفسيا، ونهايته تعتبر اشبه بوداع صديق عزيز عليك. انا والله ناسي مين اللي قال هذا الكلام، اعتقد هيراكو اللي معنا في تويتش يعرفون هيراكو، ولكن احب اقول لك يا هيراكو او ايا كان الصديق اللي قال هذا الكلام، ياب كلامك صحيح وشكرا فعلا. لا شكرا شكرا يا جماعة انكم خليتوني اتابع انمي مونستر، انمي رائع 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 رائع. ما راح اقدر اقول لكم قد ايش رائع لانه في اشياء كثيرة هنا في قلبي ما توصفها الكلمات من كثر ما احب هذا الانمي وجدا اتعلقت فيه. شوفوا قصة الانمي كذا من برا لبرا لما تقراها مرة بسيطة وسهلة، ولكن محتوى القصة السيناريو الحوارات الحبكة يا ساتر يا ساتر والتعقيد وكمية الدسم اللي فيها. القصة عن دكتور اسمه دكتور تيما، يشتغل في احد المستشفيات ويعتبر طبيب جدا جدا ماهر ومحترف، ما في اي عملية جراحية يشارك فيها او يشرف عليها الا وتتكلل بالنجاح. ولكن يا جماعة عيب الدكتور تيما هذا انه مرة طيب، لا مرة طيب، طيب جدا، طيب أكثر من اللازم، وكثير من متابعين الأنمي شافوا إنه طيبة دكتور تيما الزائدة هذه سلبية أو عيب في هذه الشخصية. اللي بعضكم ما يعرفه أو ممكن ما قدر يستوعبه بشكل كويس هو إنه الفكرة من طيبة دكتور تيما الزائدة والمبالغ فيها هو إنه دكتور تيما هنا يمثل الخير. دكتور تيما في وجه الكاتب أعتقد إنه ما هو شخصية، هو شخصية تمثل الخير، هو الخير بحد ذاته، هو تجسيد لمعنى الخير في العالم. كثير انتقدوا الطيبة الزائدة في دكتور تيما سواء في المراجعات اللي شفتها أو في المراجعات اللي قرأتها أو في تعليقات المتابعين عندي في البث أو في السوشيال ميديا، ولا أقدر ألومهم صراحة، ولكن وبنسبة كبيرة يا جماعة ترى هذه هي فكرة الكاتب. الديفنيشن للخير أو التعريف للخير وكل شيء له علاقة بوجود الخير هو دكتور تيما. وإيش فيه أفضل من إنك توظف الخير بحد ذاته في وظيفة إنسانية مثل وظيفة الطبيب اللي يساعد ويحب إنه يكون جزء من تحسين حياة الناس المرضى أو اللي على وشك الموت. كلام جوته كلام يا كاتب. بعدين وش هو تعريف الخير يا جماعة؟ الفلاسفة اختلفوا من أفلاطون من أبيقور من غيرهم من الفلاسفة في تعريف الخير، كل واحد قاعد يفسر الخير بطريقة. الديانات والعلوم الاجتماعية والسياسية برضو عرفت الخير بأكثر من طريق، ولكن في النهاية مهما اختلفت تعريفات الخير دائما يتفق الجميع على إنه الخير هو عكس الشر. فمستحيل تشوف شخصية كتبها الكاتب على إنها تمثل الخير أو هي الخير بحد ذاته تسوي شيء شرير أو حتى يميل للشر لو بتكة بسيط. علشان كذا شخصية دكتور تيما كانت مرة مثالية أكثر من اللازم، لأنها هي الخير بحد ذاته. حتى بالرغم من أنه دكتور تيما في مراحل كثيرة من القصة حاول أنه يقتل الخير اللي بداخله، حاول أنه يخطو خطوات كثيرة راح تغير حياته وحياة العالم إلى الأبد بشكل إيجابي، إلا أنه كان دائما عنصر الخير داخله يوقفه. ليش؟ لأنه هو الخير بحد ذاته من وجهة نظر الكاتب. ومن الجانب الآخر في القصة عندنا الشخصية الشريرة اللي هو يوهان. الشخصية الشريرة هذه أو يوهان يميل إلى الشر بكل الطرق، بطريقة مرعبة، بطريقة غامضة، بطريقة واضحة، بطريقة معقدة، يميل إلى الشر دائما. بل إنه في مرحلة من المراحل راح تواجه صعوبة في الحكم عليه، هل هو شرير ولا هو مضروب، إيش فيه؟ لا هو شرير، هو الشر بحد ذاته. ممكن الناس تقتل باسم الخير ترى، ولكن مفهوم القتل بحد ذاته يعتبر شر. طيب لو القتل هذا كان فيه مصلحة للعالم، لو القتل هذا راح يزيح عبء كبير من الوجود، هل راح يعتبر فعل خير ولا يظل القتل وفكرة القتل شريرة؟ وهنا يتضاربوا الفلاسفة، وهنا يخبطوا في بعض الفلاسفة، وهنا برضو تجلت فكرة وفلسفة الكاتب في محاولة مناقشته لمعضلة الخير والشر.
دكتور تيما يا جماعة ما تناسبه الشكليات، ولا يحب الرفاهية الزايدة، ولا يميل للحياة الفارهة. على عكس الشر أو الأشرار دائما ما يهتمون بالمظاهر والجاه والمال، ويسعون دائما للمكان الاجتماعي والسمعة الطيبة، وإن كانت ما هي طيبة في مفهومهم يبغون الناس تهابهم وتحترمهم بطريقة ما. دكتور تيما يا جماعة كونه تجسيد لمعنى الخير، حرص الكاتب إنه يأخذه في متقلبات كثيرة. ولاحظت إنه دكتور تيما بالرغم من تقلبات الحياة اللي مر فيها داخل القصة، إلا إنه ما كان يهمه يعيش فقير، يعيش غني، يعيش متوسط. يعني في مرحلة ما من القصة كان يعيش على البركة، ما ندري وين كان ينام وين كان يصحى، متهجول، ولا كان يصيح ولا يتحلطم ولا أي حاجة. بالعكس كان راضي ومبسوط، كان متقبل لجميع تقلبات الحياة اللي جالسة تصير عليه في القصة. فهذه أكثر جدلية صارت داخل الأنمي، ليش دكتور تيما مرة طيب؟ لا يا أخي ما يصلح، إيش الطيبة الزايدة هذه؟ المفروض كان يقتل، المفروض كان يسوي، كان عنده فرص. اوكي بس انت فاهم وجهة نظر الكاتب او ايش الفكرة اللي قاعد يحاول يوصلها لك. للأمانة يا جماعة عجبتني جدا أجواء الأنمي بشكل عام، من موسيقى ومعزوفات، من حياة الشارع والمقاهي والأزقة والطرقات. في طابع جدا مميز في هذا الأنمي وجميل، وهوية كده تميز فيها غير عن الأنميات الثانية. حبيت برضو الشخصيات وتنوعها، سواء بأشكالها أو بأجناسها أو بتوجهها وطرق تعاملها مع الأشياء من حولها. فمن ناحية الشخصيات فيها الطيبة والمغلوبة على أمرها، واللي تحاول تلقى تفسير لكثير أشياء من حولها، مثل شخصية آني أو آنا أخت يوهان. وفيها البغيضة واللي تبحث عن معاني للحياة بكل الطرق البائسة والتعيسة والقذرة والغير طيبة، مثل شخصية روبرتو. وفيها الرهيفة والجميلة المبتسمة دائما واللي كافحت الشر وقاتلت الشر في داخلها، مثل شخصية غريمر. شخصية غريمر للأمانة واحدة من أروع وأجمل الشخصيات في هذا الأنمي، زعلت كثير مرة لما مات. وفيها الشخصية الاحترافية أو المهنية واللي ما هم شيء سوى انه يؤدي عمله ويحقق العداله، مثل المحقق لونجي. واللي في البدايه للامانه كنت مره اكرهه، ايش الشخصيه المستفزه ذي اللي عندها كيبورد وهاردسك في مخها، ايش ذا؟ ولكن مع تقدمي في الحلقات للامانه شخصيه لونجي شخصيه احترمها واقدرها جدا جدا جدا. وفيها اللص والتاجر واللي حياته كلها مبنيه على اعطيني اعطيك، او مثل ما انشهر بمقولة بيجنس، ياب اقصد هينيكل. وفيها الشخصية الثرية والممزوجة بالمشاعر المتخبطة ما بين خير وشر، واللي تحب المظاهر ويطغى عليها التكبر وشوفة النفس. يعني حتى الكاتب كان حريص انه يرسم ملامحها بشكل جدا كريه، حبيناها في النهاية بس انه كانت كده الشخصية تشوفها تقول ياب هذه الشخصية وراها مصيبة. احسنت ايو الكاتب، عرفت كيف ترسمها. ومنها وختاما الى الطفل البريء ديتر، اللي انقذ وساعده وخلاه يلقى جوهر الخير داخله. حقيقة يا جماعة شخصيات مونستر متنوعة ورائعة جدا، كتبها الكاتب بقلم من ذهب. غير انه كتب قصة بقلم من ذهب، غير انه كتب فكرة اساسية للقصة بقلم من ذهب، الشخصيات بحد ذاتها للامانة حاجة جدا رهيبة في هذا الانمي. وبغض النظر عن النهاية يا جماعة، إلا إنها من وجهة نظري كانت جدا جدا جميلة، وتعبر عن أفكار وفلسفة الكاتب بشكل جدا رهيب، اللي هي إنه مثل ما الخير موجود ويسبح ويطير في هذا الوجود، كذلك الشر. سواء اختفى الشر أو الشخص اللي يمثل الشر، الشر راح يتجسد في أكثر من شكل وراح يظل خالد طول ما البشر موجودين في هذه الوسيعة. هذا كان تفسيري للنهاية بعد ما خلصت أنمي مونستر، وتوقع انه اوه يا اخي لا تفسيرك مو منطقي. بس بعد ما شفت اراء المراجعين والجمهور والناس اللي تابعوا انمي مونستر او قرأوه كقصة، اكتشفت انه في ناس كثير فسروها بنفس طريقتي، وكمان في ناس كثير فسروها بشكل مختلف، وفي ناس اصلا ما عجبتهم النهايه، ايش النهايه البيضاء هذه يا ابويا، وقفلوا ام الانمي. عموما يا جماعه الانمي له عيوبه، ما في اي شيء مثالي، ولكن في تصنيف الاعمال من هذا النوع انا شخصيا واجهت صعوبه في اني اطلع سلبيات كثيره. وإن كان فيه سلبية أقدر أصرح بها أمامكم أيها الجمهور، ممكن هي كثرة الرمزيات. الأنمي معليش يا جماعة مرة مليان رمزيات، وأنا شخصيا قلت لكم ما أحب الرمزيات، ما أحب أفكر كثير، ما أحب أقعد أفكفك الغاز، أحب الوضوح قد ما يكون موجود يكون موجود. أوكي ما هو غلط أنك تحط شوية رمزيات، بس للأمانة أنمي مونستر مليان رمزيات، وما حد راح يختلف معايا غالبا في هذا الكلام. شخصيات رمزية، أحداث كثيرة في القصة رمزية، سواء في القصة الأساسية أو في القصص الجانبية. غير إنه النهاية حد ذاتها بوم رمزية. ورجاء يا جماعة لا تفهموني غلط، أنا ما أقول لكم إنه الرمزيات أو الأمور الرمزية حاجة سيئة، بس أنا أقصد من وجهة نظري كثرتها أزعجتني مرة. ولا أنتقد النهاية وأقول إنها سيئة، لا أوكي النهاية رمزية، بس للأمانة
هي جدا مناسبة ومنطقية لو قدرنا نفهم فكر وفلسفة الكاتب. وللأمانة يا جماعة ما أعتقد أنه الأنمي كان بيحظى بنفس هذه التقييمات العالية لو أنه انتهى بشكل مختلف. على سبيل المثال يعني لو أنه دكتور تيما قتل يوهان في النهاية، راح يفشل الكاتب فشل ذريع جدا في جزئية أنه تيما يمثل الخير ولا شيء سوى الخير، لأنه الخير مستحيل يعمل شر، دكتور تيما هو الخير مستحيل يرتكب شر، حتى وإن كان هذا الشر في مصلحة الخير، الخير يظل خير الشر يظل شر. ولو انتهى الانمي بموت يوهان زي ما كثير كانوا يبغوا هذا يصير، راح يفشل الكاتب برضو في جزئية انه يوهان يمثل الشر ولا شيء سوى الشر، لانه لو يوهان مات معناته الشر مات، والشر مستحيل يموت، الشر قد يختفي فترة مثل ما قال صاحبي وصديقي العزيز ماهر موصلي، ولكنه راح يرجع، وان ما رجع بشكل مباشر راح يظل موجود بيننا سواء في انفسنا او في انفس البشر من حولنا. الشر ما يموت، كذلك الخير ما راح يموت طالما انه البشر موجودين على هذه الكرة الأرضية. انمي مونستر يا جماعة انمي جميل ممتع بالرغم من ثقله، سوداوي وتعيس ولكنه يمصع بياضا في نفس الوقت. انمي مونستر يا جماعة ما هو مجرد انمي، بل هو عمل ادبي فلسفي فاخر جدا، ومن وجهة نظري قد يكون احد اعظم الاعمال اللي ناقشت معضلة الخير والشر والنفس البشرية بشكل جدا دقيق. وبالرغم من وجود الشر فيه بشكل جدا كبير ومخيف، الا انه هذا الانمي يحمل في طياته وحلقاته وشوارعه وازقته وطرقاته الكثير من الرسائل الانسانية الجميلة. وهذه المراجعة يا جماعة اهداء لعيون المتابعين اللي قالوا لي يا وجيه تابعت مونستر وسحبت علينا ما في مراجعة، تفضلوا. أوكي متأخرة، ولكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. يعطيكم العافية يا جماعة، لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعوني المواقع التواصل الاجتماعي. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.